عليكم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بضيوفنا الكرام ونشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في المشاركة في هذه الأيام التحسيسية حول التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. أصبح التجارة الإلكترونية تشمل جميع مجالات معاملة التجارات الإلكترونية من بيع وشراء وسلع مختلفة وكذلك مختلف الخدمات، وتعتبر محرك جديد للتنمية الاقتصادية. وقد ثمن التجار المعاملات الاقتصادية والمستهلكين في الجزائر خطوة تفعيل نظام الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت التي ستمكن أصحاب بطاقات الدفع الإلكتروني والبنكية من سحب وإيداع الأموال عبر كافة الموزعات الآلية بريدية كانت أم بنكية، بحيث تسعى الحكومة إلى توفير أكبر عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني مما سيسمح بجعل البطاقة الإلكترونية وسيلة رئيسية للدفع، التي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل إنعاش التجارة الإلكترونية في الجزائر، وكذلك ستخفف على التجار عبء استعمال النقدي وبالتالي تعزز نجاح رقم التعاملات التجارية. وأصحاب المهن الحرة إضافة إلى الفضاءات العمومية أصبح ضرورة ملحة لما في ذلك من فوائد معتبرة على الاقتصاد الوطني النقدية المتعادلة في السوق الجزائرية. كما نجدر بالذكر أن المعاملات الإلكترونية المسجلة في هذا العام ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بسنة 2020، وهذا لما فرضته جائحة كورونا من حجر صحي وتباعد اجتماعي فرض وسهل، وارتفعت نسبة التعاملات الإلكترونية في الجزائر. مجموعة من المزايا مذكور منها توفير الوقت وكذلك درجة عالية من الأمان بحيث تقلل نسبة السرقات الموجودة، كذلك انخفاض تكلفة تداول النقود، وكذلك تكسير كافة الحدود الجغرافية في البلاد، فبحيث يمكن التعاملات التجارية في أماكن متعددة. كذلك يمكن استخدام البطاقة الذكية في مجالات حجز التذاكر وغيرها، وكذلك تجنب المخاطر سرقات الشيكات وكذلك تزويرها، كما تمكن التجار من القيام بعدة تعاملات تجارية في وقت قصير. هناك عدة وسائل مستعملة ومتاحة في الدفع الإلكتروني، نذكر منها أول وسيلة وهي البطاقات النقدية، بحيث تعتبر من الوسائل الأساسية في الدفع الإلكتروني، بحيث إذا يمكن استفادة من الخدمات النقدية والتسويق عبر الإنترنت دون بطاقة، بحيث يتم طلب بطاقة نقدية ذهبية لكل شخص لديه حساب بريد تجاري، وهذا عن طريق تطبيق OCC. وعند طلب البطاقة الذكية النقدية الذكية يجب التأكد أو تقديم معلومات دقيقة على غرار رقم الهاتف الذي يعتبر من المعلومات الضرورية أثناء المعاملات التجارية الإلكترونية. وأثناء استلام البطاقة الذهبية النقدية يجب من الضروري التأكد من الجهة الأمامية، كما هو مبين في الصورة، من الجهة الأمامية للبطاقة النقدية يجب التأكد بطاقة الذهبية، كذلك يجب التأكد من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، هذا بالنسبة للجهة الأمامية. أما التأكد من وجود شريط الممغنط، وكذلك التأكد من رمز الثلاث أرقام CVV الذي هو يعتبر ضروري أثناء التعاملات التجارية الإلكترونية. أثناء الدخل الإلكتروني المتاحة هي الشبابيك الآلية للنقود، بحيث تمكن هذه الشبابيك أي إنسان لديه بطاقة نقدية ذهبية يمكنه الاستفادة من الشبابيك الآلية للنقود والخدمات التي يستفيد منها، وهذا من خلال أولا نذكر منها سحب النقود، الإطلاع على رصيد حسابه الجاري، كذلك الإطلاع على الكشف المسبق لعمليات العشر الأخيرة
التي تم إجراؤها بواسطة البطاقة النقدية الذهبية. كذلك تمكنه من طباعة كشف الهوية البريدية لغيب. كذلك تمكنه من تقديم طلب تجويد من دفتر الصكوك. كما تمكنه من تحويل مبلغ بريدي من حسابه الجاري إلى مبلغ إلى حساب بريدي جاري آخر. كذلك تمكن هذه الشبابيك الآلية من تعبئة رصيد لمختلف شبكات هاتف النقال جيزي أوريدو وموبيليز. كذلك تمكنه أكمل إدخال وتغيير رقم الهاتف الخاص به، وكذلك يمكنه السحب دون بطاقة. الوسيلة الإلكترونية المتاحة هي الدفع باستخدام منصة بريدي نت. هذه المنصة أي شخص يملك بطاقة ذهبية نقدية يمكنه استخدام هذا التطبيق أو الاستفادة من خلال هذا التطبيق الاستفادة من عدة خدمات عبر الإنترنت، نذكر منها تسديد فواتير الماء، الكهرباء، الغاز، والهاتف الثابت والنقال المتعامل موبيليز. كذلك دفع اشتراكات الإنترنت للهاتف الثابت. كذلك تمكنه من تعبئة رصيده للهاتف النقال لمختلف الشبكات جيزي، موبيليز وأوريدو. كذلك تمكنه من شراء طوابع بريدية، وكذلك شراء الكتب والمؤلفات المسوقة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاتصال النشر وكذا الإشهار. كما تمكنه من اقتناء تذاكر السفر للخطوط الجوية الجزائرية والطيران الترسيلي وخدمة وكذلك الاستفادة من خدمة التأمين. الوسيلة الموالية وسيلة الدفع الإلكتروني هي وسيلة باستخدام نهائي الدفع الإلكتروني، بحيث هذه الوسيلة تمكن لحاملي البطاقة الذهبية النقدية الذهبية تسوية معاملات تجارية والخدمات عن طريق الدفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني المنصبة على مستوى الفضاءات التجارية والوكالات التجارية والمؤسسات الخدماتية، حيث تضمن هذه النهائيات السهولة، السرعة وكذا الأمان في دفع المشتريات والخدمات. الوسيلة رمز الاستجابة السريعة، وهذا من خلال استعمال تطبيق بريدي باي، وهو عبارة عن وسيلة دفع جديدة تستعمل عبر الهاتف النقال والتي تتسم بسهولة وأمان، وهي مبنية على تكنولوجيا قراءة كوير كود، أي بمعنى رمز الاستجابة السريعة. هذا النوع من الدفع يتم إجراءه من خلال مسح ضوئي انطلاقا من تطبيق بريدي مور، ليتم بعدها منح رمز الإجابة السريع للتاجر، وهو الذي يسمح للزبون بعملية تحويل أموال من حسابه إلى حساب التاجر بشكل آمن وفوري. التطبيق الموالي تطبيق بريدي موب، وهذا التطبيق غني عن التعريف، وهذا من خلال نسبة التحميل التي بلغت لحد الآن حوالي 5 ملايين مشترك لهذا التطبيق، وهذا من خلال الخدمات التي يقدمها من خلال استعمال الانترنت، نذكر منها تعبئة رصيد الهاتف النقال المتعامل الثلاث موبيليز جيزي وكذا أوريدو، تسديد فواتير الهاتف الثابت ودفع اشتراكات الانترنت، تسديد فواتير الماء المؤسسة السيارة ومؤسسة الجزائرية للمياه، دفع زكاة المال من خلال رمز الاستجابة السريعة QR كود. كذلك يمكنهم الاطلاع على حسابه البريدي الجاري، وكذلك تحويل أموال من حساب بريدي جاري إلى حساب بريدي آخر، وكذلك الاطلاع على عمليات المعاملات والعمليات المالية. نتطرق الآن إلى الإلكترونية. كما ذكرت الأستاذة سابقا أن الرواج كبير والتطور ملحوظ الذي شهدته المعاملات التجارية التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية في بلادنا، من خلال حيث تم سن القانون رقم 18/5 المؤرخ في 10 ماي 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ولتفادي أي ضحية النصب والاحتيال أثناء التعاملات التجارية الإلكترونية. عقدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتنسيق ومساهمة القطاعات والجهات المعنية على تجسيد خارطة الطريق، وفي هذا
لإطالة تنفيذ التعليمات الصارمة مع السلطات عن السلطات العليا للبلاد الرامية للوقاية من جريمة الجرائم المختلفة المتصلة بتجارات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال للحد من هذه الظاهرة، أي للحد من السرقات ونفس الاحتيال عن طريق التعاملات والتبادلات التجارية الإلكترونية. بحيث تتطلب من أجل الترقية التجارة الإلكترونية يجب توفر أربع عوامل نذكر منها: بنية تحتية مناسبة للاتصالات، كذلك رقمنة الخدمات، توفير وسائل موثوقة وآمنة، وكذا توفير الدعم اللوجستي الاحترافي. بحيث عمليات الدفع الإلكتروني لدى مؤسسة بريد الجزائر ومختلف البنوك المتاحة هي موثوقة وآمنة جدا، وهذا بفضل مطابقة منصاتها الرقمية للمعايير السلامة المعمول بها على المستوى الدولي. يضاف إلى ذلك أن الدفع الإلكتروني يعتبر أكثر أمان وسلامة بالنسبة للمواطن مقارنة بالدفع التقليدي، بفضل تسجيل موثوق لكل المعاملات في نظام معلوماتي، وهذا ما يمثل وسيلة إثبات وتأكد في حالة أي سوء تفاهم بين الزبون ومقدم السلاح أو الخدمات. كما يمثل قانون 18/5 المؤرخ في 10/2018 الإطار القانوني الذي يحدد قواعد عامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية على غرار مجال تطبيقها وشروطها ومتطلباتها، فضلا عن التزامات وحقوق الموردين والمستهلكين، بحيث ليست كل المتعاملات التجارية الإلكترونية التي تتم على الإنترنت تجارة إلكترونية، إذ يجب توفر عدد من الشروط حسب ما تنص عليه أحكام القانون المادة 18/5 المذكورة آنفا. عرفت المادة السادسة من القانون 18/5 أن التجارة الإلكترونية على أنها النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني عن طريق الاتصالات الإلكترونية. المورد الإلكتروني هو كل شخص يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع والخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية. المستهلك الإلكتروني هو كل شخص أو يقتضي بعرض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من مورد إلكتروني بغرض استخدام النهائي. العقد الإلكتروني يعرف العقد الإلكتروني بمفهوم القانون رقم بمفهوم القانون صادر رقم 04/02 مؤرخ في 23 جوان 2004 الذي يحدد قواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي يتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه بلجوء حصرية لتقنية الاتصال الإلكتروني. وسيلة الدفع الإلكتروني هي كل وسيلة دفع مخصصة مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به، تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب او عن بعد عبر منظومه الكترونيه. الاتصالات الالكترونيه هي كل ارسال او تراسل او استقبال علامات واشارات او معلومات مثل ما كانت طبيعتها عبر الاسلاك والالياف البصريه. الاشهار الالكتروني هو كل اعلان يهدف بصفه مباشره او غير مباشره لترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية. الطلبية المسبقة هي عبارة عن عهد بالبيع يمكن إقراره المورد الإلكتروني على المستهلك الإلكتروني في حالة عدم توفر المنتوج في المخزون. اسم النطاق هو عبارة عن سلسلة حرف أو أرقام مقيسة ومسجلة بالسجل الوطني اسم النطاق، وتسمح بالتعريف والولوج إلى الموقع الإلكتروني. يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية في حال ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعاً بالجنسية الجزائرية مقيماً بالجزائر، شخصاً معلوماً خاضعاً قانون جزائري، أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر. كما تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بما يلي: لعب القمار أو الرهان أو الرصيد، المشروبات الكحولية والتبغ، كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي، المنتجات الصيدلانية، المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، كذلك العتاد والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به، وكذا كل المنتجات والخدمات التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العموم.
ومن أبرز المخاطر المرتبطة بالتسويق الإلكتروني أو التعاملات التجارية الإلكترونية نذكر منها سرقة الهويات أو مستلقي المتاجر الإلكترونية أو بطاقاتهم الائتمانية واستعمال بيانات الشخصية في عمليات شراء عبر الإنترنت، مما ينجر عن تحمل تكاليف سلع وخدمات على عاتق أصحابهم الفعليين. كذلك خطر التعامل مع متعاملين مجهولي الهوية نظرا لطبيعة وخصوصية المعاملة التجارية في الفضاء الافتراضي، مما قد ينجر عنه صعوبة الحصول على الدلائل المادية في حالة رفع الشكوى. كذلك انتشار وكثرة المواقع أو الصفحات والمنصات التي تعرض على المستهلك سلع وخدمات يكثر عليها الطلب وبأسعار رخيصة جدا وخصومات مغرية للغاية، وذلك بهدف النصب على المستهلك. خطر قرصنة البطاقات سيما على الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر، وكذلك المواقع المزيفة والتطبيقات الإلكترونية والبرمجيات غير الموثوقة، وكذلك استيراد سلع ممنوعة من التداول في الأسواق المحلية. أبرز الأساليب النصب والاحتيال التي يمكن التعرض إليها أثناء التعاملات التجارة الإلكترونية نذكر منها تقليد صفحات، الاستعجال، التلاعب العاطفي، كذلك الاعتماد على التزييف والتدليس عبر الرسائل التبليغية، كذلك احتيال الثلاثي الذي يتكون من ثلاث أطراف: البائع المزيف والمحتال، البائع الحقيقي الضحية والمشتري الضحية، وتمر بالمراحل التالية بحيث يقوم المحتال في بدء الأمر بشراء سلعة أو خدمة من البائع الحقيقي ويتفق معه على أن التسديد يتم عبر حساب بنكي أو حساب بريدي جاري. المرحلة الثانية يقوم المحتال في المرحلة الأولى بعرض السلع أو الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفق المشتري أي الضحية مع إرسال مبلغ السلعة الوهمية على بركة البريدي الجاري أو حساب بنكي، ويعود في الحقيقة الأمر إلى البائع الحقيقي. والمرحلة الأخيرة هي بعد التأكد أن المشتري قد دفع المبلغ المالي المتفق عليه، يقوم المحتال بحظر هذا الأخير على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ثم يقوم بالانسحاب وتوريط البائع الحقيقي أي المشتري في هذه القضية. ومن أجل تجنب عمليات النصب والاحتيال هناك مجموعة من الإرشادات والنصائح نذكر منها: أولاً استخدام برامج موثوقة للحماية من الفيروسات من أجل تجربة إلكترونية آمنة للمستخدم، سواء عند إجراء اتصالاته أو تبادل الرسائل أو القيام بعمليات تجارة عبر الإنترنت. كذلك استخدام تطبيقات موثوقة والتي يتم ينصح أن تحميلها فقط من مصادر رسمية وموثوقة من خلال المتاجر الرسمية. كذلك استعمال كلمات مرور قوية معقدة تضم مزيجا من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، مع تجنب كلمات متداولة والشائعة، كما ينصح بتغيير كلمات المرور بصفة دورية. الحفاظ كذلك على المعطيات الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين. توخي الحذر عند التعامل مع رسائل إلكترونية والاتصالات الإعلانية والرسائل غير المرغوب فيها. كذلك يجب استخدام أجهزة ومواقع وشبكات آمنة من أجل أثناء التعاملات التجارية الإلكترونية. الاطلاع كذلك على شروط مواقع التسوق وسياسة الخصوصة. يجب أيضا قبل اختيار المنتج تأكد من أنه ليس من بيع السلع المحظورة عند الاستيراد أو التداول. نصب الاحتيال أثناء التعاملات التجارية الإلكترونية: أولا يجب تجميد البطاقة النقدية لا سيما في حالة سرقة المعلومات الخاصة بها أو الاشتباه في التعرض لعملية احتيالية. يجب جمع أكبر قدر المعلومات الممكنة حول عملية الاحتيال بما في ذلك تفاصيل عملية، حساب المحتال، مبلغ الرسائل الإلكترونية المتبادلة، لقطات الشاشة، وكذلك الروابط أو الصفحة وموقع التعامل المتعامل به. التوجه إلى أقرب مركز أمن الشرطة أو دار وطني حسب الاختصاص الإقليمي للتبليغ عن عملية النصب والاحتيال التي تم التعرض إليها. وفي حالة صعوبة التنقل يجب الاتصال بالأقام الخضراء الخاصة بالشرطة 15-240 دار الوطني 10-55 منظمة حماية المستهلك 33-11 وزارة التجارة وترقية الصادرات 10-20. وشكرا على حسن المتابعة والإصغاء.